الغنى ده كنوز، يعني كنوز موجودة في مكتبتنا العربية الكبيرة. يعني وليد توفيق الجديد اللي بتعمله، وأنا شايفة شقاوة وكليبات وحاجات حلوة كده تهديها لنا برضو. أنا هديك أغنية لسه مخلصة دلوقتي، مصورة في الجونة، اسمها الجو الحلو ده. أو رحت الجونة اللي هي أحدث الأماكن اللي موجودة في مصر. بحبها قوي وبحب المية هناك وبحب الناس اللي هناك. صورت بسوما بي أغنية اسمها الجو الحلو ده، والأغنية دي أنا عملتها خصوصي للمكان هناك. كان عندي حفلة انتخاب ملكات جمال، قلت فرصة، جبت معايا 24 ملكة في الفيديو وهنشوفه مع بعض. طبعا انت متجوز ملكة جمال، من حقك على فكرة، يعني حقك جدا يعني. طيب كمان عايزة اعرف يعني وليد، عندك حفلات في مصر، هنشوفك فين؟ ايه الحفلات اللي جاية؟ انا عندي الفحيص هنا في الاردن، عندي في بيروت مهرجان في الشمال وفي بيروت، عندي في مصر مهرجان القلعة دار الاوبرا ان شاء الله اخر الشهر. بتحب محكى القلعة؟ بحبه. والناس بتيجي على طبيعتها وعفويتها بحب الناس دي، لأنه دي ناس أولا ما تقدرش تروح الأماكن الغالية، فبيبقى لقاء بيني وبينهم لقاء ودي، لقاء حب. بحب الشعبي، أنا بحب الناس الشعبيين، بحب ألتقي بيهم دايما، لأنه مع احترامي للناس كلها طبعا بيبقى عندهم صدق، بيبقى واقفين عيني على رجليهم زي ما قلت لك، مستنيين الفنان. وشوية الغنى اللي انت بتهديه لهم بيبقى زي نسمة صيف حلوة. طبعا طبعا طبعا، ان شاء الله هنكون معاهم. منتظرينك ان شاء الله في القاهرة، وعلى وعد انك تشرفنا في استوديو التاسعة ان شاء الله وانت موجود.